اصبحنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا بسوق دمنهور الدولي العمومي معاكم قناه المواشي اليوم يوم 21/7/2024 وتعالوا نشوفوا ملك العجميات العشر المعلم سلامي الله يبارك له شاهين ويصلح حاله. صباح الفل يا معلم سلامي. صباح قبض ان شاء الله. كل سنه وانت طيب يا غالي. الله يقويك ويعينك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. اسعارك ان شاء الله حلوه ولا ان شاء الله ولا غاليه؟ متاحه متداوله اللي انا شارب النهارده. اللي انت شارب النهارده سعر اللي هو الصباح اللي انا شارب النهارده. الصباح يا جماعه سعر يوم بيوم اهو. هم 20 تمانيات نضاف عادي ما هو تمانيات يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. نشوف المال ده يذكر الله ولا اله الا الله. زي ما انتم شايفين قماش الضر والحلبات وكل حاجه تمام هي. اللهم صل عليك يا نيك. بسم الله شوف المال ده يذكر الله وقول لا اله الا الله. بسم الله يا عمو. الله اكبر. عشر كام الجزء؟ 20 تمانيات يا عمو. تمانيات يا جماعه. عمر في انتظار ولاد. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. والاثنين شر واحد. شر واحد. كام وكام يا سلو؟ الاثنين دوت عاملين 140,000. 140,000 دبابتين يا جماعه. كسرين قد ايه يا سلو؟ دي واحده كسر جوز واحده كسر اربع سنات. واحده جوز واحده اربع سنات. اللهم صل عليك يا نيك. الله هو الجوز هنا المصداقيه وهنا الامانه يا جماعه. ماشي. بسم الله ما شاء الله. ودي اربع سنات عمار. الله هو اكبر. بسم الله ما شاء الله. ودي اربع سنات. اربع سنات يا جماعه هم زي ما انتم شايفين. الله يبارك لك يا سلو. دول برضه معايا هم تبعي برضه. اللهم صل عليك يا نبي. 10 4 انضاف واللي فرقع 10 5 انضاف. أربعة انضاف وخمسة انضاف. الحمراء 10 4 انضاف. 14 انضاف ولبنية. بسم الله ما شاء الله. ولبنية ما كسرتش ولا سنة يا جماعة. الله أكبر. اللي يشوف المال ده يذكر الله وقول لا إله إلا الله. أشكر الله. لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله. دي عاملة 57,000 عموال. 57 لابيض وأحمر ديت. اللهم صل عليك يا نبي. وديت عاملة 55,000. 10 5 دي؟ 10 15 انضاف ماشي في السنة. 55,000. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. لبن حلو. الاثنين لبن. لبنية سلو دي كسر جوز. دي كسر جوز والتانية لبنية. اللهم صل عليك يا نبي. ماشي. حلبات والضر. الله اكبر. تعالى بقى بص على التانيين كده يا عم وائل. اللهم صل عليك يا نبي. خدها اللي تجيب له الضيق اللي ورا. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. يا عم وائل السوق مريح شوية. مريح شوية. العرض ايامه والناس اللي اشترت بحاله يعني اكثر البيعة بسيطة شوية. بداع بسيط. الله اكبر. ربنا يرخي على عباده سلو. بسم الله ما شاء الله. السمرة ده عشر كام يا سلو؟ السمرة ديت 10 15 نضاف ولبنية ما كسرتش ولا سنة. لبنية ما كسرتش ولا سنة والعشر خمسة. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. سعرها يا سلوم بمرد. عاملة 57,000 والله مرد الليلة أنا شاريها. 57,000 يا جماعة لا قال 60 ولا 65. لا احنا ولا بنغير على حد أموال ولا بنطفف على حد. والبهايم ديت موجودة في أي وقت اللي عايز منهم أي عيد لاثنين ثلاثة أربعة موجودين. احنا فخر السوق طبعا يا جماعه وتسويق المعلم سعد الله يبارك له ويصلح حاله والمعلم سلام اخو المعلم سعد. اولاد شاهين يا اولاد شاهين طول عمركم صادقين يا اولاد شاهين. بسم الله ما شاء الله. العشر كام؟ عشر ثلاثة ماشي في الرابع. عشر ثلاثة ماشي في الرابع. اللهم صل عليك يا نبي. المال يا جماعه صلاه النبي عليه هو الله اكبر. الله اكبر. دي ب 59 عمو. 59,000 لبنيه سلم طبعا. ورينا السنه برضو ان شاء الله دقيقه. كسر جوز. كسر جوز يا جماعه. كسر جوز ما شاء الله. الله اكبر. المال صلاه النبي عليه. الساعه 6:30 صباحا والسوق بشطب يا جماعه. هو ربنا يصلح حال الجميع. عشر خمسة انضاف رخي. عشر خمسة انضاف. اللهم صل على حلبات الاربع حلبات هم اربع حلبات هم يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. المال صلاه النبي عليه. الله اكبر. ب 60,500 عمو. 60,500. الله اكبر. ده عشر 17 ودي عشر 7. الناس عايزه عشر كبير يبقى معاه ما شاء الله. يبقى معاه عشر كبير عشر صغير برضه. موجود العشر الكبير والعشر العشر الصغير. ده عامل 61,500. 61,500 لبنيه سلم برضه ولا؟ ورينا السنه برضه. بسم الله ما شاء الله. لبنيه يا عم وائل. لبنيه يا جماعه. لبنيه ما كسرتش ولا سن. الله يبارك لك يا سلم. ومن ناحيه اللي يشتري مني بجي له فلوس لما يتفرج في بيته اسبوع واثنين وثلاثه. اسبوع واثنين وثلاثه. وثلاثه ابن المنطقه اللي معروف لكن اللي جاي غريب. اللي جاي غريب. مكاننا معروف وكلمتنا زي السيف. كلمتنا زي السيف ويستلم عشره ويجيب جاسوس معاه ويستلم عشره. ويستلم عشره برضه وكل حاجه. ويستلم عشره ويتفرج على بيمته ويدفع حقه. اللي جاي من اي محافظه. اللي جاي من على راسنا ويشرفنا برضه. اما اللي هو ابن محافظتنا يتفرج لما بجي له فلوس ما دام هو قريب معروف واخد مني قبل كده يتفرج عادي وبجي له فلوس عادي. وتبجي له فلوس عادي. بجي له فلوس عادي عشان اتعاملت معاه قبل كده. لكن اللي ما تعملش طبعا اول مره. ايش عشان ده؟ ايوه ده اكل عيش وبتاع عالم صح. الله يبارك لك. البروانيه اهيت عيد سعرها جايب خاص عيد عامل 54,000. الله اكبر.
العشر كام سعر؟ العشر 4 انضاف. 4 انضاف والسعر 54 يا سلوم؟ 54 الف اموال. بسم الله ما شاء الله. والله من اسبوعين كانت ب 60 الف اموال. كانت ب 60 الف. السوق نازل، السوق نازل، السوق نازل. السوق نازل يا جماعه. كذاب اللي يقول لك ما عايز الا ب 75 وب 80. الله اكبر. كبر راي كذاب لان بداك بشارع السعر القديم. بشارع السعر القديم. انا ورطك فتح لقيت عاملين 140 الف شيرو من ارض من السوق دمنهور دفع حقهم بالجنيه. حبيبي. 71 فتح لقيت. ترى المحترم. لقيت ب 61 ونص قال لك على حقه. حبيبي. 27. حصل. وده هي طيب 54 الف هي. 54 والعشر 4 الله اكبر. 4 ونص بخمس حلبات هي. بسم الله ما شاء الله. حلبات يا جماعه والناس صلاه النبي عليه الله اكبر. براو. بسم الله ما شاء الله. اي ومعاه حيزين يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. ب 58 اموال. خليط السمنتال برضه يا جماعه. 6 اشهر نضاف. وعشر 6 يا جماعه. جبن غزلان. الله اكبر. بقى يا عم وائل بص انا معايا انا شاري 7 بايم من مزرعه دي 1 2 بايم ليش لونها مختلف اتنين دومت الوان مختلفه اه الاثنين دومت والاثنين الورقه بص كده الله اكبر نفس اللون برضه نفس اللون برضه يا جماعه شاري واحد اه واللي هي الورق الفراني اللي انا وريته لك اللي هناك الفراني اللي هناك الله يبارك لك يا سلو بسم الله ما شاء الله المال يا جماعه صلاه النبي عليه بيتحدث عن نفسه اهو زي ما انتم شايفين الطلب موجود يا عم وائل من 10 بايم ل 20 30 بايم موجودين كل حاجه موجود ان شاء الله موجودين وفي زي دول في الدار كمان اهم حاجه المصدقه والسوق والامان المصدقه انت توكل وتشرب وتجس تاخد عيد لجنيه تتفرج عليها ما يبكش في خلال الاسبوع بتاعتي كلام يا جماعه مخلص نفسه والسوق خلي بالك كده يعني رزق اللي بيشتري لان السوق ده منور طبعا بيكبس مره واحده فبيحتور بيع عمر نص عمره نص عمره نص عمره لان بيفتح الساعه 12 بيخلص الساعه 2 ما العالم يعني بتخشه كده بقى الساعه 1 ونص اه فاحتور ما بيشتغلش يعني الشغل اللي هو الكامل انما البام ده لو في سوق ثاني كان نص ساعه الساعه 6 ونص صباحا والسوق مشطب السوق مشطب يا جماعه زي ما انتم شايفين والبام ده خلي بالك يعني لو في سوق ثاني بسعر السوق ده بيبقى بسعر اعلى شويه يعني السوق بسعر اعلى اه لان السوق ده بيبقى كابس بهام يعني بيبقى كابس بهام ياما صح بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي احنا قلنا الاخرانيه دي كام يا سلو؟ الاخرانيه دي كانت عامله 57000 ونص يا عم الحاج ودي كانت عامله 54 57000 ونص و54 اللي هناك عشر كام؟ اللي هناك عشر 6 ودي 10 عشر 6 وعشر 4 يا جماعه المال صلاة النبي عليها الله اكبر. الحمد لله تعمل عن 52000 ونص. طب ولينا ده يا سلوم احنا قلنا على دي؟ لسه ما اتفرجتش عليها. بسم الله ما شاء الله. العشر كام يا سلوم؟ 27. العشر 7 يا جماعه بسم الله ما شاء الله. عامله 62؟ 62000 عيد لبس حلو عيد القماش الضر اهو. الله عليك يا نبي. عشان العشره بنفنف شويه يعني. انتوا شغلتكم العجم العشر وبتنجوا حاجتكم برضه عشان خاطر الزبائن بتاعتكم. بص يا عم انا بشتري العيد بدفع حقها بالجنيه. معلش فات تكون نظيفه مش هشتريها الله يبارك لك لان انا بشتريها من واحد فلان ما اعرفش هو باخد حقها بالجنيه لو في عيب انا هتلزمني انا هتلزمك صح هتلزمني انا الله يبارك لك يا انا بحط نفسي مكان اللي هيجنيها مكان اللي هيجني صح مكان اللي هيجني لازم تفل حاجتك بالظبط او بعدين بنبجلها فلوس فات تكون نظيفه عشان هي لو في عيب اقول لك تعالى خدها عشان انت مبجلها فلوس صح انا بنبيعها هنا في بيعتي في السوق بنبجي فلوس الله يبارك لك يا سلوم مصلح حالك انتوا ناس محترمين 52 ونص اخر واحده معايا اهي 52 ونص وعشر 3 اشهر نضاف خليط السمنتال يا جماعه وقت بسم الله ما شاء الله البرتقال في ابيض اهوت بسم الله ما شاء الله على الماء اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله الله اكبر 10 6 نضاف يا عم بسم الله ما شاء الله المال يا جماعه صلاه النبي عليه اهوت زي ما انتم شايفين ب 56000 وب 56000 ونص اسعار متناوله للجميع يا جماعه هبوط في الاسعار في سوق دمنهور زي ما قال المعلم سلامه شاهين اخو المعلم سعد شاهين ادينا الرقم يا صاحبي 0 100 8 4 8 4 2 3 0 9 5 0 9 5 في رقم اخر 0 11 2 6 7 3 0 4 5 0 4 5 7 ماشي معلش الرقم الثاني 0 11 0 11 2 6 7 3 4 5 6 6 4 5 6 6 اسف تمام الله يبارك لك معلش طبعا العنوان ابو حمص بحيره ابو حمص البحيره يا جماعه الطريق الزراعي الجنويه تمام ابو حمص محافظه البحيره ربنا يبارك لكم ويبارك للي هيشتري منكم ويصلح حالكم وحال اللي هيشتري منكم احنا شرفنا بك يا عم حبيبي والله ده الشرف لي محترمين اولاد شاهين ربنا يبارك لهم عندهم المصداقيه والامانه واتفرج براحتك وخد راحتك على الاخر ثابت دكتنا ثابته يعني معلش احنا مكاننا ده في كل سوق زي دكانه بقاله معروف في كل سوق
ومكاننا معروف في ابو حمص برضه. معروف ابو حمص وفي سوق كفر الدوار وفي سوق ابو مطامير وفي جميع السوق. الله يبارك لك يا سلم ويصلح حالك وحال الجميع ويجعل صباحكم ابيض ان شاء الله. ربنا يجعل سوقكم احسن منهم ويصلح حال اللي يشتري منكم. صباحكم زي العسل، ما تنسوش ذكر الله ورسول الله، ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء. اذكر الله، تسمع ذكر الله، قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله. الله اكبر. اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.